السلام عليكم. سؤال من أسئلة اللي جي اي: A project that earn 65 points would earn what level of certification؟ يعني هو دلوقتي احنا كسبنا 65 نقطة، هو النظام معمول على 100 نقطة وفي 10 نقط زيادة ممكن تاخدهم حسب الابتكار وحسب اتباع القوانين الموجودة الإقليمية. طيب هو دلوقتي كسبت 65 نقطة، هل هيبقى بلاتينيوم ولا جولد ولا سيلفر ولا سيرتيفايتد؟ طيب سيرتيفايتد من 49 ل 50، تمام، فده نشطب عليه، تمام. السيلفر من 50 ل 59، فده برضو مش هو. الجولد من 60 ل 79، يبقى هو الجولد. البلاتينيوم من 80 ل 100، تمام. فهنا في الاختيار بتاعنا هيبقى 100. طيب لو انا دلوقتي 65 وحاسس ان انا مظلوم ومفروض اخد 66، ملهاش لازمة ان انت تطالب، لان انت هتدفع فلوس كتيرة والحاجات دي كلها وهتاخد وقت. انما لو انا مثلا واخد رقم، لو اتغير هيتغير شهادة، او ممكن ابدأ اشوف ايه النقطة اللي فيها ظلم وابدأ اطالب بيها. يعني مثلا لو انا واخد خلاص يعني 59 وناقص لي بوينت واحدة، لو انا خدتها هوصل 60، فساعتها لو بالنسبة للمدير مهم او بالنسبة للمالك مهم ان انا اكبر شهادة، ابدأ ادور عليها والحاجات دي كلها، تمام.